النهارده حلقة نارية، حلقة هتعجب الكل، ولكن فضلا وليس أمرا دعم اشتراك حبايبي حبايبي الحبيب في كل مكان. أنا مش شايف أي تعليقات، مفيش اشتراكات، مفيش كومنتات. أنا عايز نفعل الحلقات ونفعل الاشتراكات ونشوف الحلقات اللي قبل كده عشان نفضل على تواصل، عشان يجيلكوا كل جديد، وعشان نبقى يعني ايه في تدعيم للصفحة، عشان انا اشتغل عشان اطلع على طول ونتكلم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب الحريف في كل مكان. وحشتوني وحشتوني، وانا جاي لكم النهاردة جاي لكم بمعلومات هتعجبكم واخبار هتعجبكم. ولكن قبل اي حاجة نصلي على الحبيب عليه الصلاة والسلام ونبتدي. اولا مبروك للأهلي بكأس أفريقيا كرة اليد على الزمالك أمس، بعد ما كان الزمالك عامل سكور كان رجع الأهلي وفاز على الزمالك وأخذ بطولة كأس أفريقيا لكرة اليد وتأهله لكأس العالم لكرة اليد. كان خبر سريع كده عن كرة يد، كان لازم نهني الأهلاوية وكل أهلاوي وكل عاشق للفانلة الحمراء بالبطولة اللي أخدوها امبارح. امبارح كان في مباراة في كأس مصر، أكثر 3 مباريات كانوا بصراحة في فرق في الدرجة التانية كتير إحنا بننساها وكتير إحنا بنشيلها من حساباتنا، ولكن الواحد يعني زعلان على الناس دي، الناس ما حدش بيتابعها وما حدش امبارح كان في مباراة رائعة جدا بصراحة، فريق قالوا ايجيبت كان كسبان سموحة في الشوط الأول، طلع 1-0 وعرف ازاي سموحة يرجع الشوط التاني، وخلص المباراة لصالح سموحة هدفين مقابل هدف مقابل هدف لألو إيجيبت وتأهل سموحة لدور 16. كان في أيضا مباراة رائعة جدا بين أيضا امبارح الداخلية كان بيلعب أسوان، والداخلية كان بصراحة رضا عبد العال عامل شغل جامد جدا مع الداخلية وفاز الداخلية على أسوان في ضربات الجزاء، لكن كانت مباراة رائعة بصراحة من الفريقين. رضا عبد العال عامل رومونتادا مع الداخلية وعارف ازاي يرجع الداخلية لسابق عهده يعني. بالنسبة كان في مباراة في المساء والسهرة، سيراميكا كان بيلعب ديكيرنس، طبعا سيراميكا عمل لقاء رائع وفاز ب5 أهداف مقابل لا شيء. ده بالنسبة لمباراة كأس مصر بتاعت امبارح. بالنسبة اللي كان في امبارح طبعا عشان برضه ما ننساش امبارح كانت الدنيا فيها ايه، كان في مباراة الدوري الإنجليزي اللي احنا طبعا بنتابع كل الجديد. امبارح كان في لقاء انا كنت بصراحة كنت منتظر، كان مباراة رائعة وست هام يونايتد ضد مانشستر يونايتد، انتهت اللقاء بفوز وست هام يونايتد على مانشستر يونايتد بهدف لا شيء، وده كده بيقرب ليفربول من ثالث الدوري او المربع عشان نلاقي السنة الجاية. احنا برضو بنحب ابو صلاح وعايزين نشوف ونتفرج عليه، فاحنا ابو صلاح بالنسبة لنا عشان نتابعه ويبقى دوري ابطال اوروبا، ما ينفعش ابو صلاح ما يبقاش في دوري ابطال اوروبا ان شاء الله. هو الفرق لقاء 34 35 لسه في قدامه شغل، على الله بس كلوب بيشتغل مع الفريق زي ما هو كان شغال الاول. ان شاء الله هنشوف ليفربول في تالت حتى اي حاجه يخش دوري ابطال السنه. كان في ايضا مباراة في الدوري الانجليزي، ارسنال طبعا اللي هو دلوقتي المنافس
مانشستر سيتي اللي هو دلوقتي اول الدوري، الاثنين بيناطحوا مع بعض، فاز على نيوكاسل يونايتد بهدفين لشيء. ده بالنسبة للقاءات امس. طبعا النهاردة في لقاءات، بس اهم حاجة محدش يطلع من الفيديو، لان في خبر، اخبار رائعة هتعجبكم، هتبقى في اخر الفيديو، فاتمنى يعني تنتظروا معايا لاخر الفيديو. النهاردة في لقاءات في الدوري الانجليزي ايضا في الخامسة مساء. لاستر سيتي هيقابل فولهام، والاثنين تحت بيصارعوا على الهبوط، وبرايتون وايفرتون في الساعة 7:30، وفي المساء والسهرة في العاشرة فورست وساوثامبتون. دي لقاءات الدوري الإنجليزي النهاردة. في طبعا لقاءات أيضا في كأس مصر النهاردة، في 4 لقاءات النهاردة. في الساعة 6 في لقاءين، إنبي وليبيانا إف سي، فريق من الدرجة التانية، وفي البنك وشباب مسلمين هنا، مباراة برضو هتبقى كويسة، وفي المقاولين والحمام والمصري وبترول أسيوط، في مباراتين الساعة 7، ومباراتين الساعة، مباراتين الساعة 9، ومباراتين الساعة 6. أتمنى نشوف فرق الدرجة التانية دي فيها لعيبة كويسة، يا ريت الكشافين يشوفوهم. اللعيبة برضو محتاجة تتشاف، والعلم اللعيبة دي لو طلع منها حد زي ما كده، ما بينزل الناس من الدرجة الممتاز بنلاقيهم بيلعبوا في الدرجة التانية، هيفرقوا مع فرق كتير، لأني والله العظيم يعني ببلاش لعيبة الدرجة التانية دي ببلاش، في ظل الأسعار الرهيبة اللي احنا بنشوفها، اللي طلب 5 مليون واللي طلب 10 مليون عشان يجدد. في فرق ميزانياتها ما تغطيش الكلام ده، في رؤساء أندية ما بيرضوش يخشوا انتخابات بسبب الخسارة اللي بتحصل، ما هو لما بيجي بيمشي بيبقى خسران 30 40 مليون. ففي مشكلة، المشكلة دلوقتي في ايه؟ ان القيمة التسويقية للاعب بقت مرتفعة جدا، واللي عمل كده أندية الشركات. اتمنى انا أندية الشركات تهدى شوية، عشان في فرق احسن كده، بعد كده هيبقى ده دوري شركات مش دوري مصر. اتمنى الدنيا تتظبط. بالنسبه ل، قبل ما انسى، تقرير البنا والمراقب مباراه الاهلي وبيراميدز في السوبر، علامه استفهام لا شيء، يقول لك مشادات عاديه ومشاجرات عاديه والتحامات ملعب وبتاع، ما فيش اي حاجه. طب يا عم البنا، يا عم البنا، يا عم البنا، بيحصل ده ايه؟ يعني الضرب اللي حصل في الملعب وخارج الملعب وبره الملعب وجوه الملعب، ده كله ايه؟ انت كنت بغيبوبة ولا ايه؟ يا عم ارحمنا بقى، ارحمونا يا جدعان. ده بالنسبة لإيه؟ مشكلة البنا. بالنسبة لموضوع مرتضى منصور، هو محسوم، لأني ده إغراء قانوني مدني وليس خاص بالفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، تمام. بالنسبة لتأجيل مباراة بيراميدز، موضوع منتهي، مفيش تأجيل مباراة في ميعادها. بيراميدز بيخلص مع سيف أسامة نبيه، وأسامة نبيه ما عندوش مشكلة إن ابنه يروح بيراميدز عشان العائد، وعشان لإما الزمالك يقدر الراجل ده، هو لاعب ممتاز، لاعب شاطر حريف، بيعرف إزاي يخلص. بيراميدز حطه في الاعتبار ان هو محتاج اللاعب ده، زي الاتحاد السكندري ما بيدور برضو على لاعب الاسماعيلي اللي هو عمر حسين، عايز يخلص معاه.
عرض 2 مليون على الإسماعيلي وإدارة الإسماعيلي. فسيف أسامة نبيل، الزمالك حابب ينهي صفقة سيف أسامة نبيل. أتوقع إن هو السنة الجاية هيبقى بيراميدز، توقعاتي بنسبة 90%. بالنسبة للإسماعيلي، عامل استعداد قوية جدا لمباراة بيراميدز يوم الثلاثاء القادم في 7 مساء في استاد الدفاع الجوي، هيبقى ماتش رائع. قبل ما ننهي الحلقة، أتمنى من كل حبايبي وكل شاب الفيديو لغاية النهاية، مش هتتعب لما تدوس اشتراك وتدوس لايك، تكتب لي التعليق الحلو عشان نفضل مع بعض، وعشان تدعم القناة، وعشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.